بتضحك بقى ليه ما بتضحك؟ ألو؟ ألو، أيوة هانم. لا أنا مش الكبير، بس تقدري تقولي إن أنا كبرت. معايا حاجة تخصك. إيه ده؟ ده مول ده ولا إيه؟ أيوة، الجي بي إس بيقول إن إحنا كده وصلنا. اسألي كده، مفيش كشك قريب؟ يسأل بيه الجي بي اس. بتلم نفسك يا ابني، معانا بنات، عيب الالفاظ دي. ايه كشك والكلام ده؟ عطشان يا ابني. مش وقته يا بطل. قولي لي يا بت، الجيبسي بيقول ان هو هنا؟ اه والله يابا. اه الراجل ده ما بيكدبش، يبقى هو. الله، هو في غيرها اساسا في الحته المقطوعه دي؟ أوه. بس الراجل ده غريب قوي، ساب ثروته كده في الطل. طل ايه اللي ساب ثروته فيه؟ ده هي الشقه دي هي الثروه. ايه ده؟ ما دام هي دي الثروه يبقى نكلم الست اللي خطفه امنا، نقول لها ان احنا لقينا الثروه وتدينا امنا. والنبي اه، والنبي امنا، والنبي اه، والنبي امنا. يا حمار انت، هو اللي انت بتقوله؟ انت لو كلمتوا الست تقول على امكم يا رحمن يا رحيم. اه الراجل الطيب ده بيتكلم صح. شكرا. العمليه دي محتاجه سلم واستلم. اه والله، بس واحنا هنخش ازاي؟ ده احنا حتى معناش المفتاح. اه صحيح. جرى ايه يا عم الناس؟ هو احنا في باب يصعصع علينا؟ انت واثق ان الواد ده هيعرف يفتح الباب؟ الله يفتح عليك حبيبي يا عمنا. الله يرحم ابوك يا ابني. هو ده العلاج. طيب اتفضل يا رجاله، اتفضل حبيبي. يا معلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا معلمة. اتفضلي اتفضلي، بعد اذنك. اوعى. الدنيا يا معلمة. كله في الامان. الدنيا ضلمة ليه يا معلمة؟ ها؟ عشان طفيين النور يا عبيط. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الفيلا الفخمة دي؟ أكيد العفش ده هو الكنز. لا، أكيد الكنبة اللي وراك دي هي الكنز. لا، يبقى الزلط الأبيض ده هو الكنز، مفيش زلط أبيض في. ايه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ كنز ايه اللي عفش وكنبة وزلط؟ بقى ثروة عبد الباري بيه تبقى عفش وكنبة وزلط يا حمار ولا بلاط؟ أيوة يا عم جميل، يعني إحنا بندور على إيه؟ على كنز عامل إزاي؟ قول لها إن هي الكنز الحقيقي. أنتِ الكنز الحقيقي. مش أنت. قول لها أنت. انت الكنز الحقيقي. ايه احنا نهزر؟ احنا بندور على ايه صحيح؟ يعني على ثروه بتاعت عبد الباري بيه، يعني ممكن تبقى مجوهرات، اه اثار، اه مخدرات، اه. اذا فلنتوزع شويه، يطلعوا فوق وشويه يدوروا تحت. حلو قوي، انا واخويا هندور في المطبخ. مش معنى المطبخ. ماشي، يعني احنا نروح المطبخ احنا ندوروا في المطبخ. ماشي. يلا بيت، توزع توزع توزع. اهو يلا المطبخ اهو. تعال انا هدور في التلاجة. انا هدور في البوتاجاز. ولا 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 ايه؟ في حاجة ساقعة من بتاعة الناس الأغنياء. احلف يا او رب العزة. لا صبرنا بقى، يلا بينا. هنفضل ندور ندور ونسيب الحلويات؟ يلا بينا. بلاش وجع دماغ. يلا بينا. يا مسهل الحال، اللهم صل على النبي. كان نفسك اكسب عجله. معلش اصبر، هتكسبها. صبرنا بقى يا اسطى. هكتر لك عشان ما تضيعش مني. ماشي يا زميل. يا ايه الصوت ده؟ ما اعرفش، تلاقي التلاجه بتركن ولا حاجه. صحتك يا حبيبي. انا الخمره ضيعت لي حياتي يا صاحبي. يخرب بيتك يا كيف ويخرب بيت معرفتك. صحيح دمك خفيف بس يا ريتني معرفتك. وسجارة جابت شوان وجوان جاب حباية، حباية جابت شريط وانتهت الحكاية. وسجارة جابت شوان وجوان جاب حباية، حباية. في ايه؟ حاجة في التلج كانت هتكسر سناني. طب ما تبلعهاش. طيب وريني. ده سكر نبات ده ولا ايه؟ لا لا وريني. ايه ده؟ وريني كده. تكونش الماز؟ الماز؟ انت جبتها منين؟ من التلج. هات لي التلج كله من التلاجة. ما تفوتش تلجاية. يلا بينا يا زميلي. اوعى تفوت لي تلجاية. يلا بينا يا زميلي. Thank you.
عايز افك ميه. نعم. عايز اعمل بيبي. اقح. خديه والنبي باين عليه غلبان وعنده السكر. قوم يلا. ليه كده يا خالتي؟ عشان اشوف عيالي. يلا يلا. نتاشا نتاشا، احنا كان ممكن نبقى احسن قصه حب في التاريخ. انا بعرف اطبخ على فكره. بس انت لسه هتحب. قوم يلا يلا يا خالتي. لقينا الالماس. ايه لقينا الالماس؟ ايه ايه ده؟ ايه اللي عمل فيكوا كده؟ ايه يا اخوان؟ خلاص يابا، خلاص يابا، خلاص. حاسب في الماس في ايدي. حاسب. انتوا بقى الاثنين الاشقيه اللي خاطفين جميل وسارقين عبد الباري. احنا الاشقيه. وانت بقى الست اللي خطفتي ماما، صح؟ بصراحه كنت متخيلكوا غير كده، كنت فاكراكوا اصيعه من كده. وانا برضو كنت فاكرك غير كده خالص. كنت فاكرني ايه؟ كنت فاكرك عارجه لا مؤاخذه بتمشي رجل ورجل وفي مشله في وشك تدل على الاجرام. وانا كنت فاكرك بتلبسي تايرات عادي. ايه لبس باتمان اللي انت لابساه ده؟ والله برافو، عرفتوا تجيبوا المجوهرات. اي خدمه، انا لقيته دغدغت التلج كله. انا اللي لقيته وقرقشته على فكره. كده يبقى حقك وصل لك يا قطه. انا عايز حقي بقى عشان اهبط من هنا. وانا اقدر انساك يا بندق قوي قوي. كتفوه جنبه. ايه اللي كتفوه؟ الله ولا اخدان الحق دي اللي كتفوه ليه يعني؟ الله. ايه يا بنات شفيقه؟ ايه تعبتك؟ حاضر يا باشا. ايدك ابوسها معاه. اخرس يا كلب. نتاشا خلصي على اللي عندك. اوكي مدام. يلا نضفي وضعك. هتعمل ايه في امي؟ هتقتل ماما بنت اللذينه دي؟ خدي يا ست. خدي انا. اسود. النكس ده هو اللي فتن علينا وبلغها. يخص عليك يا فتان. معلش يا معلم. الا الفتنه. انا خدعني الالماس. فتنه اشد من القتل. اغرب عن وجهي. امي. ماما لا ما تقتلهاش يا مدام. هتعمل فيها يا ست؟ ماما. يا نهار اسود. ايه ده؟ يا لهوي. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ انا ما عملتش حاجه. دي ريحه حلوه قوي. ايوه انا اللي عملتها. حلوه ايه بس؟ ده غاز. ايوه فعلا في انابيب حوالينا. طب ما حدش يولع سجاير يا جدعان. ازاي بقى؟ انا عايز اولع سيجاره. طب فكوني. ايدك معايا يا معلم. فكوني يا بت. فين يا بت؟ فكني انت. ده بقول لك يا رب. سامحك يا رب. يا رب. الله الله الله. انتوا مين اللي زعلكم كده؟ انزل فكنا يا ابن المكوكه. مساء الخير عليكم. ويلكم تو زيزات بيتش. جاهزين حفله النهارده؟ جاهزين. رحبوا معايا بنجمه السوبر ستار هيفاء وهبي.
برق. معيش يا اخويا تذاكر. مش معنى التذاكر ازاي يا خالتي؟ معانا اتفضل هات لي قطه نيجي من غير تذاكر. جبتهم منين يا ابن العفاريت؟ لسه مش واثقه فيا انت يا خالتي. لسه والله ما شاء الله هي دي هيفا. تذاكر راحت فين؟ يلا يا خالتي تيجي نروح. حضرتك احفظ ادبك اكاد منك له معلم شوي سفينه مش احم ولحم. احنا اسفين قوي ان احنا جينا بالطريقه دي بس والله ما كان في طريقه غيرها. احنا بنحبك قوي يا ست الكل يا قمر بيطل. لو سمحت يا مزمزيل هيفا. نعم محسوبك شوي سفينه. اهلا وسهلا. العيال دي عايزينك في موضوع حياه او موت. احنا في عرضك امنا هتموت. اه ده ولادي يا مطوع ولادي. حياه امنا واقفه عليك يا استاذ هيفا والله. هو كده شويه انا مش فاهمه يعني هي الوالده محتاجه ايه؟ عيانه محتاجه عمليه؟ انا لا محتاجين صوره معاكي. حياه امكم. طب ليه الالفاظ بس دي يا استاذه هيفا؟ يعني ده في لبنان ما بيقولوش كده خالص. عرفت تربي يا خالتي. يا حبايبي يا ولادي. انا قصدي يعني ازاي واقفه حياه امكم على صوره؟ انا فاهمك يا ست الكل. ايه سيبه يا اسلام. سوري يا اسلام. اتفضل. انا فاهمك يا ست هانم الاولاد صغيرين مش عارفين يفهموا حضرتك كويس. قول يا ابني يلا. انا احكي لك. انا ليا واحد ابن عمتي اسمه حسونه ما شاء الله يعني بيتصور مع كل الفنانين. عمتي بقى بتجيب الصور دي كل يوم وبتقعد تزل في امنا بيها وتقول لها ان احنا ملناش عزه في الدنيا وان احنا دكارين بط بس كده مش اكتر. امنا اتكسرت قوي وعيطت ما كانش فاضل لنا غير اننا نتصور معاكي. انا شفتك على السطح عندنا. كداب والله بيحور. انا اللي شفتك قلت كمان. طب بتعيدوا ليه؟ ما عشان تبقى عارفه برضو مين اللي شايف. طب اهدى بقى عشان ما اقولش على ال لا وحياه النبي مش ولا اقول على ال مش قدامها وحياه. طب اهدى بقى. ها ماشي. والعيد فرحه. العيد ايه فرحه يا اخويا؟ حضرتك يا استاذه هيفا امنا ضحت بكل حاجه وما رضيتش تتجوز بعد ما ابونا مات. احنا كل املنا في الدنيا دي اننا نتصور صوره مع حضرتك نرفع بيها راس امنا. انا مش عارفه اقول لكم ايه يا جماعه. ما اقدرش اقول ان انا فاهمه كل اللي انتوا قلتوه طبعا بس من الواضح من كلامكم ان انتوا بتحبوا مامتكم قوي وان هي عارفه التراب دي وعشان كده انا بقول يلا بينا ناخد الصوره. لا اسفين مش هنقدر نتصور معاكي. ليه يا ابني؟ عشان ماما مخطوفه. ماما مخطوفه استاذه هيفا اللي خطفتها سيزيفتي اللي واقفه هناك ديت هي اللي خطفت ماما وهي اللي سرقت المجوهرات وقتلت جوزها وما بتغسلش اسنانها قبل ما تنام. استاذه هيفا ارجوكي من صوت طفل مصري حر بيقول لك استغلي علاقتك في الحفله دي ونادي على امنا في المايك ده. قولي بس في المايك كلمه واحده يماه. يماه؟ لا يماه كده. يماه بالاداء ده مش. طب وهي يماه اسمها ايه؟ فرحانه. والله؟ اه. طب بس هستأذن بس الناس دي اللي جايه مخصوص عشان تحضر الحفله وبوظنا عليهم. طيب يا جماعه لو سمحتوا هدوء. معلش يا جماعة هدوء شوية. أنا عايزة بس أعمل حاجة صغيرة وهنكمل الحفلة. لو أستاذة فرحانة موجودة هنا يا طنط فرحانة ولادك بيدوروا عليك يا ريت تظهري لو حضرتك موجودة بين الحضور. أم يا ماما تعالي يا ماما يا ماما يا غمورة دي. الله يبارك الله يبارك الحمد لله. تعالي يا ماما. الله أكبر. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يخليكي. مش عارفين نقول لك ربنا يخليها لكم يا رب. يا مرايا يا رب يخليكي. يا ماما يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.